لازم على الاقل واحد منهم احطم رقم قياسي فيها. لا عبد الله حيقتلني. اغمى عليا. ما صار هذا. والله العظيم انبسطت معاكم. 6 حلقات فلينا امها، كل بدايه نهايه. خلاص اشهد ان لا اله الا الله. والله سو سوري. والله كمان هذا خرب. ممتاز، ما صار يتعلم. لا حد يتوتر. كوم داون كوم داون. في الحلقه الجايه لقيته عبد العزيز وجهه هنا، سلكوا. هذا من عبد الله. يوم الاحد هي اول يوم دراسه. صدق والله سنه جديده مليئه بالانجازات. لا تخلي اي احد في هذه الدنيا يقول لك ما تقدر تسوي شيء. احلى. تبي تكون دكتور؟ يمديك تكون دكتور. تبي تكون مهندس؟ كون مهندس. تبي تروح الفضاء؟ ليش ما تروح الفضاء؟ لا لا يا الحبيب، لا هد ريلاكس. اهلك اخوانك اصحابك كلهم واثقين فيك، وحتى انا واثق فيك. بخصوص المدارس، اسمعوا، انا سمعت انه صار في جوالات في الموضوع. انا ايامي كنا نشرد الجوال تحت الجزمه. اذا حبيت تشوفونا في المدارس شوفونا في الفصحى. ليش؟ لانه صوتي عالي، فمن يوم ما اقول واسع الاستاذه حتسوي كذا. اللي يضحك اكثر لو قالت جاهز. اوكي خلاص فلينا امها. اكيد كلكم عارفين يفوز انه انا عبد الله. حققنا موسوعه جينيس. عبد الله كيفك؟ لا يجيني دحين بالفلتر حقه. ما دام بتحط فلترات في راسك حط هذا الان. اشتريت لي كتاب جينيس. ليش؟ فنطل. جبت لي اليوم 10 اشياء لازم على الاقل واحد منهم احطم رقم قياسي فيها. انت جاهز؟ اول تحدي مره في الاسم، لازم اجيب 77 حبه وابقع حبه ورا بعض كذا. وفي العصعوص جواز مش راضي. انت هيليوم ولا حاجه؟ اقل من دقيقه و30 ثانيه. هذه يبغى لها استشاره بصديق. شوفي كلها من النحش يا عبد العزيز. مش شايفك يا ولد. تبغى تسوي لي 77 حبه؟ حبه مش قادر. في فيديو للشخص اللي سوى 77 حبه. هلا 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 هلا. ايش هذا؟ شكله هذا يسويها اكثر مما ياكل. كل نزله فقعه. ايش من ركب عندك يا ولد؟ تخيل في برامج جد كذا بيكون حماسيه. حركاته يصلح مع يجي ولا ما يجي. هو سوى 77، لازم اسوي 78. جو! ايوه والله شغال، والله شغال. والله كان يجريت 10 كيلو اصلا. من يبي يطرحك؟ تخيل فايز اصل عليك رقم قياسي في ايش؟ ما معك صلاح. وهذه مره حلوه واحتمال افوز. ايش هي؟ في 3 بلالين الان معايا، ارميهم واسوي كذا وما اخليهم يمسكوا الارض 40 دقيقه. اذا خليتها 41 انا فوز. جو الله يلا ابدا. اوه خسرنا. الجنس اللي بعده لعبتي. رسالتي الجنس انا بالعين كسبت هذا، لانه لو ترسلوا لي واحد جديد هعلقه هنا. لا اوكي، بس تحتاج شيء واحد ولازم اشيل منديل ورا منديله اكثر من 135 حبه في اقل من دقيقه. اقدر؟ ما حد يعرف. انت تستطيع. الحلو في الموضوع انه اذا خسرت عادي ابكي واستخدم المنديل. للمعلوميه انه هذا 100 حبه، فلازم اخلص الصندوق كامل وبعدين 35 حبه من هذا. فعاليات. صوت يشبه كذا ام النجاس يا واد. هذه يبغى لها كنسل. يلا 1 2 3 4 5 6 7 يلا 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 يلا. والله العظيم قاعد اجيب امها، والله قاعد اجيب. اسمع اذا ما كنت دارين ترى عبد العزيز اسرع يد في الحياه، لانه كنت يمديني استخدمها بالزر حقت السوني لما عبد الله ما يقدر يضغط كثير يستشيرني انا. خلاص.
خلاص خلاص خلاص. ما دق ما دق ما دق. شوف دق. الو جلس. لونج تايم نو تاك. الله يبارك فيكم. ايوه حقتنا معلقه هنا. ادوبي حطمت رقم قياسي. شلت 200 حبه مناديل. ايه بيد ولا بيدين؟ هي المهم نشيل ولا لا؟ عندنا حبتين بس. هتاخذوها ايش؟ اسمعوا الجلسه اللي بعده. مليون في الميه انه الطفل اللي اخترعها عباره عن سطل لازم تحط فيه له امنم. لازم تاكل 20 حبة من الامنات. بس ايش؟ في دقيقة. بس ايش؟ تشوبستيك. بس ايش؟ لازم يكون عيونك مقفلة. يلا خلينا نشوف. تدعي يا واد. يلا وين؟ انتوا متأكدين في امنات زينة؟ لقينا واحدة. اثنين. والله طعمة. ايش بي طبيعي؟ حياتي بقت اجمل بكثير. انا حسيت فعلا بالتغيير. لو تجيبوا لي 20 حبه خلصتها. صح والله صح. اسمعوا انا اخذت ابو فول السوداني على اساس انه كبير يمديك تشيله. طلعت مقعره. الكنس اللي بعده عباره عن 27 بيبسي. لازم تفقعهم كلهم عن طريق البولينج خلال دقيقة واحدة. إذا سويتها أنا فوز. يا الله جاهزين؟ يلا ليتس جو. 1 2 3 4 5. الله 6 7 8 9 13 14. شوفها في المونتاج اذا فزت ولا ما فزت. اسمع يا حبيبي انا مشتريها هذه ب 800 ريال اخسرها ب 30 ثانيه والله احل الامه. شوف 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 يا جنس. لا لا الله. سترايك. متعوبة عليها الحركة صح؟ استمر؟ استقيل؟ اوكي. تحسبوني حزن. لسه مستمرين رغم الصعوبات. اخر واحدة ما في لها وقت. ايش هو؟ اما البلاها في هالي. لازم تكفي 416 حبة من المصاصة في فمك. حنسرع الفيديو. يلا 3 2 1 جو. 1 2 3 5. كيف؟ 20 حبة؟ قدرت؟ كنا خاصين حبة. التغييرات التغييرات. والله انا مجزة. او ماي جاد. اصلا انا حيوان. والله واوي الله. اسمعوا بيني وبينكم كنت حاسب حجيب جاي. اسمعوا احمد ربك. في مثل يقول ارضي بقردك لا يجي اقرب منه. بس الجنس مو قرد يعني. اشترينا كتب على الفاضي يا واد. شنس ديميليو انه اكثر وحده فولورز في تيك توك. بكل تواضع يسموني شكير العرب. وش بو هذا عنده 5 حبات؟ شكله سوى زي حلقتي. والله العظيم الناس مجانين يا واد. اسمع ابليس ابليس ينفجع منك يا ولد. وشوفوا هذا يشبع عبد الله لما عبد الله يكون عنده شيء ممتاز. وان شاء الله عجبتكم الحلقه ريبوجرز. اعطونا احلى لايك اعطونا احلى سبسكرايب. ريبوجرز بيجي شويه وتك على نوصل 8 مليون يعني بس بيجي 200,000. اللي مو مشترك اشتركوا في القناه اضغطوا لايك. كل واحد يقول لصاحبه وكل واحد يقول لاخته اخوه كل شيء. كلكم اشتركوا في القناه. ابغى نوصل 8 مليون قبل ما عبد الله يرجع عشان يفرح. انا عارف انه في الحلقه اللي قبلها قلت لكم مره مشتاق لعبد الله بس احس دحين ما ابغى حيفرشني. اسمعوا الان لو يشوف هذا عبد الله انا اللي شكلي حقيب وعبد الله يرجع. كونوا كما انتم رائعين. سلام. لا 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 مولي. لا هذا مو حقنا. سلام.